قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض حصارها على محافظة رام الله والبيرة عبر إغلاق كافة مداخل المحافظة وبالتحديد المدخل الشمالي بنصب الحواجز الدائمة والحواجز كما تسمى الطيار ونصب البوابات الحديدية والسواتر الترابية على مداخل القرى والبلدات وإغلاقها بشكل كامل في وجه المواطنين إذ يجبرون على سلك طرق التفافية تحتاج إلى ساعات للوصول إلى منازلهم ومع حقنا في التنقل ولكن ربما في خضم الخبر الأكبر اللي حادث من إبادة في محافظات الوطن الجنوبية من إرهاب في المحافظات الشمالية يخجل الإنسان أن يتحدث عن حق من حقوقه هو حق التنقل حق الدخول حق الخروج من أماكن تواجده ولكن في خضم الخبر الأكبر القتل القهر الإرهاب منذ بدء العدوان على أهلنا في قطاع غزة زاد الاحتلال من خناقه على محافظات الضفة الغربية من خلال الإعدام والاقتحامات والاعتقالات والانتهاكات بحق المواطنين ومن صور هذه الممارسات حرمانهم من أبسط حقوقهم بالتنقل بين المدن والقرى بحرية ضمن تشديد الاحتلال من إجراءاته العسكرية على محافظة رام الله والبيرة بعرقلة حركة المواطنين من خلال نصب حواجز عسكرية وتفتيش مركبات المواطنين والتدقيق في هوياتهم رام الله والبيرة هي مركز حراك سياسي واقتصادي فيها الوزارات فيها كل مناحي الحياة الرئيسية لا يستطيع الموظفين الوصول والخروج منها يؤثر اقتصاديا ولكن كما ذكرت لك أصبح كأنه الاقتصاد كأنه مهام العمل اليومية أصبحت كأنها مش أولوية في حياة الشعب الفلسطيني رام الله كغيرها من المدن التي تتعرض للإغلاقات والاقتحامات اليومية التي تنغص على المواطنين وتعرض حياتهم للخطر. هبة الرماوي، تلفزيون فلسطين.